السلام عليكم، معكم محمد من قناة شيب ناو. في هذا الفيديو سنتحدث عن 5 أماكن على هذا الكوكب تحدث فيها أشياء غريبة. هناك العديد من الأماكن على كوكب الأرض تحدث فيها أمور غريبة ومثيرة للدهشة. تمكن العلم من شرح بعضها، وفي حين ظل البعض الآخر لغزا محيرا. في المرتبة الأولى جسر إيفرتون. جسر إيفرتون في اسكتلندا يعد من الأماكن التي تحدث فيها أمور غريبة. يعرف معظم الناس بأن جسر الكلاب منتحرة، لأنه منذ أكثر من 50 عام وقع إطلاق عديد من الكلاب هناك وانتهى به المطاف في قاع الواد. حتى الآن فشل العلم في تفسير سبب حدوث هذه الظاهرة، حيث تصل الكلاب إلى الجسر وفجأة يبدو كأن شيئا ما يدفعها للقفز من أعلى الجسر. ويعتقد البعض أن جسر إيفرتون هو المكان الذي تتلاقى فيه السماء مع الأرض، مما يمنحه قوة تنويم مغناطيسي. ويعتقد الآخرون أن شبح السيدة البيضاء يجوب هذا المكان ويحث الكلاب على القفز. كما توجد شكوك أيضا تقول بأن الثدييات التي تعيش تحت الجسر تجذب رائحتها الكلاب. في المرتبة رقم 2 أضواء مارفا. أوردت كاتبة أن مارفا المدينة الصغيرة تقع في ولاية تكساس، وعادة ما تظهر أضواء غامضة بألوان مختلفة تشبه كرة السلة تتحرك من مكان إلى آخر. في بعض الأحيان تكون هذه الأضواء الصغيرة، وأحيان أخرى يكون حجمها بحجم منزل أو سيارة. إنها دائرة رائعة لم يتمكن أحد من شرحها على الإطلاق حتى الآن. ويعتبر جيمس مونيل من بين الذين درسوا هذه الظاهرة أكثر من غيرهم، وهو مهندس فضاء سابق في نازا لمدة 12 عام، وقد خلص إلى أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة احتكاك تحت الأرض. في المرتبة الثالثة وتلة برمودا. أوردت كاتبة إنه لطالما تمحورت عديد من الأساطير والخرافات حول هذا المكان، ولكن لا يمكن النفي حقيقة أن بعض الأحداث التي وقعت هناك لا تزال بدون تفسير. وقد ثبت أن بعض الأدوات مثل البوصلات لا تعمل في هذه المنطقة بتاتا. ولعل الأمر أكثر إثارة للدهشة أن العديد من السفن والطائرات قد اختفت في هذه المنطقة. بالنسبة للبعض يعد هذا الأمر طبيعيا تماما في المنطقة ذات أمواج يصل ارتفاعها إلى 18 مترا، ويمكن أن يصلها أحيانا إلى 30 مترا، وتتميز بمناخ شديد التغير. ومع ذلك حدث بعض حالات الاختفاء في طقس جيد. المرتبة الرابعة موهنجو دارو. أفادت الكاتبة بأن المدينة موهنجو دارو الغريبة التي تقع في وادي إندوس في باكستان إنها من أكثر أماكن غموض على وجه الأرض. وتوجد هذه المدينة تحت صحراء يبلغ عمرها حوالي 4600 عام. كل شيء يشير إلى أن سكانها اختفوا بين عشية وضحاها، وقد عثر على سلسلة من الجثث التي كانت تعانق بعضها البعض، ويبدو أن الكثير منها مصاب بتسمم إشعاعي 100%. ماذا حدث في هذا المكان؟ علميا لا أحد يعرف شيئا بعد. في المرتبة الخامسة شلالات الدم. تحدث في أنتاركتيكا أشياء مثيرة للدهشة، لكن هذه المرة هناك تفسير معقول لها. إن شلال الدم في القطب الجنوبي تنبثق بالأساس من نهر تايلور الجليدي الذي يكسوه اللون الأحمر كثيف يشبه الدم. وتعود هذه الظاهرة ببساطة إلى أن مصدر مياه ملحي للغاية، ويحتوي على تركيز كبير من أكسيد الحديد، مما يضيف على الماء هذا اللون الخاص الذي يبرز أكثر عند تبيان مع اللون الثلجي الأبيض. إنه مكان جميل لمحبي هواية المراقبة. شكرا متابعينا لمشاهدة هذا الفيديو، نرجو الضغط على زر اللايك وزر سبسكرايب. نراكم في فيديو لاحق إن شاء الله.